بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن استطاع منكم أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قدر الله سبحانه وتعالى على العباد في هذه الحياة أنواعا من المحن والابتلاءات، وجعل سبحانه وتعالى في الأرض الخير والشر والصلاح والفساد، يمتحن عباده المؤمنين بما قدر من وجود الكافرين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فما ولد من أنواع الفساد إنما هو امتحان لنا، لينظر الله عز وجل كيف نفعل في بذل الجهد في محاولة الإصلاح. وهو عز وجل لو شاء لأصلح الناس بأمر منه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلنكن ساعين إلى أن نكون من المرحومين. قدر الله عز وجل اختلاف الناس بين إيمان وكفر، وسنة وبدعة، وخير وشر، وصلاح وفساد، ليتعبد له أهل الإيمان بطاعته وسط المعاصي،
وبالإيمان به وسط الكافرين به، وبالالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسط المبتدعين، وبالسعي في إصلاح الأرض بشرعه عز وجل وسط المفسدين، لأنه يحب سبحانه وتعالى هذا النوع من العبودية. فلا تظنوا أن ما ترون من أنواع الشر والفساد خارجا عن قدرته سبحانه وتعالى وحكمته وعدله ورحمته، فهو سبحانه وتعالى قدر المقادير كلها للمصالح والحكم، وهو سبحانه وتعالى قدر ما يكره ليحصل منه ما يحب من عبادة المؤمنين به في جو ينازعهم غيرهم في عبوديتهم لله ويراغمهم فيراغمونه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أيها المؤمن، خلق الله عز وجل العالم بما فيه من خير وشر من أجل أن تعبده أنت غريبا في وسط قوم لا يعرفون الطريق إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قدر الله عز وجل على نبيه إبراهيم أن يكون واحدا في الأرض لم يؤمن به إلا لوط وامرأته. قدر سبحانه وتعالى على أنبياء من أنبيائه لم يقصروا في طاعة ربهم ولا في الدعوة إليه لحظة ولا عصوه طرفة عين. قدر أن يأتوا يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فلتتأمل ذلك لتزداد حرصا على بذل الجهد في إصلاح نفسك وإصلاح مجتمعك وإصلاح بلدك وإصلاح أمتك، حتى ولو رأيت الفساد يعم لا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر على ألسنة أنبيائه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأمتنا وبلادنا ومجتمعنا في مرحلة خطيرة وحساسة تحتاج منا إلى يقظة وفهم ووعي، وتحتاج منا إلى بذل وتضحية، وتحتاج منا إلى ثبات على الحق وإدراك لحقيقته حتى لا نثبت على باطل ونحن نظن أننا نضحي من أجل الحق، كما تحتاج منا إلى قوة في عبادة وفي دعوة، كما تحتاج منا تكاتفا وتماسكا وتعاونا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتحتاج منا إلى رحمة ورأفة بالخلق، تحتاج إلى علم وحلم وصبر. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون بعلم قبلها حتى لا تقدم على شيء إلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتحتاج إلى حلم معها: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع منه إلا شانه. وتأملوا ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم
لنكون سنيين في أخلاقنا وسلوكنا كما نكون في هيئتنا وشكلنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا بد أن نشعر الناس بأننا منهم من أنفسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أنفس أمته وصحابته. لا بد أن نشعرهم بأننا جزء من الجسد وأننا أحرص شيء على صلاح هذا الجسد الواحد. لسنا ضد المجتمع ولا نريد أن نصطدم معه ليصطلم أحدنا الآخر ويهلك بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، فإن ذلك من أسباب تسلط الأعداء علينا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، أي بقحط عام وجوع عام وفقر عام يستأصلهم، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، أي فعند ذلك يتسلط عليهم الأعداء. فلا بد أن نشعر الناس جميعا بجو التراحم وجو الوحدة وأننا من أنفس بعضنا البعض، لسنا نريد أن يهلك بعضنا بعضا أو يسبي بعضنا بعضا، إن كثرة ذلك وانتشاره علامة على قرب تسلط الأعداء، نسأل الله العافية. ومن يريد سفك الدماء وإزهاق النفوس وانتهاك الأعراض والأموال فإنه وإن ظن أنه يحقق النصر على من خالفه بأي طريقة من ذلك إلا أنه يعرض الأمة كلها لخطر تسلط أعدائها عليها، والأعداء إنما يخططون لذلك، لن تتحقق النجاة من ذلك إلا بأن نستشعر وحدة الجسد وننشر روح المرحمة. كما قال عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي جوع ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، رعاية لحق اليتيم وخصوصا ذي القربى، فهي إشارة إلى رعاية الأرحام والقرابات عموما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، التصق بالتراب فقرا، فرعاية ذوي الحاجات وذوي المسكنة الذين لا يجدون كفايتهم، احتسب عند الله أن تساعدهم في وجود احتياجاتهم وفي وجود ضروريات حياتهم، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لابد من التراحم، لابد أن لا يؤذي بعضنا بعضا لا بفعل ولا بقول، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كفوا أيديكم عن ظلم إخوانكم وأبناء أمتكم، كفوا ألسنتكم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
كفوا قلوبكم عن سوء الظن، تراحموا وانشروا روح الرحمة، إياكم ورفع السلاح على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. أترون الناس في أتفه نزاعاتهم اليوم يرفع بعضهم على بعض السلاح، وتحدث المقاتل على أبسط الخصومات، والشرع قد نزل يعلمنا كيف أننا جسد واحد، فلنفصل في خصوماتنا بشرع الله، ومن يحكم فينا بشرع الله. وهذا أمر يمكننا أن نطبقه في حياتنا اليومية ونزاعاتنا الشخصية في كل أمورنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم، يعز عليه مشقتكم. عندما نأمر الناس بأن يراعي كل منهم أمر العامة، أمر النفقات، أمر الأموال العامة والخاصة، حتى لا تهدر وحتى لا يبذر فيها ولا يسرف، من أجل أن ليس فقط أن لا تنال نصيبا من المال تدفعه أكثر، وإنما لأنه يعز عليك عنة المسلمين. إذا لم يجدوا قطرة ماء، أو لم يجدوا حاجتهم في الكهرباء، أو لم يجدوا كفايتهم في الطعام، إياك أن تلقي لقمة بغير سبب لإلقائها. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يتركها للشيطان. وأمر بلعق الصحفة، وأمر بلعق الأصابع، حتى لا تترك في الإناء شيئا له قيمة وانتفاع إلا وقد انتفعت به أو انتفع به غيرك. ليس كما يفعل كثير منا، حتى ربما ممن لا يجد ساعة، يلقي الطعام في المزابل، ويلقي الخبز، ويلقي أنواعا من الخير بلا فائدة. ونعلم أولادنا مثل هذا السلوك المنحرف، فينشؤون وقد تضاعف حاجة الفقراء، وتضاعفت حاجة من لا يجد كفايته. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسرف في الماء في الوضوء وهو عبادة، ولو كان من نهر جار؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلينظر كل منا إلى الأموال العامة والخاصة فيحفظها. ألم يعلمنا الشرع أن نحفظ اللقطة عاما كاملا نعرفها حتى يصل إليها صاحبها؟ هل هذا الذي يحدث من نهب ومن تخريب ومن سرقة للأموال العامة والخاصة يتناسب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وغيره؟ يعز علينا عنة المسلمين أن لا يجدوا كفايتهم وأن لا يجدوا حاجتهم. هذا هو السني في خلقه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، تحرص على المسلمين في دينهم بالحرص على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالربوبية، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية، وإفراده سبحانه وتعالى بكمال أسمائه وصفاته، والإيمان بقضائه وقدره. يا ذلك أعظم الحرص، أن ننهى عن الشرك. فمن يعتقد أن مع الله عز وجل من يدبر الكون ويملك الضر والنفع، كما يحاول البعض أن يحيي فكر الخرافة، وأن يسعى في الناس بأن الأولياء هم الذين يدبرون العالم، أو أن الأئمة الاثنى عشر أو السبعة أو الأربعة الأقطاب الكون موزع بينهم، أو على سبيل الشركة بينهم، نعوذ بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل:
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الغلفة الرقيقة التي على نواة البلحة لا يملكها غير الله ليس هناك من يملك غير الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وللأسف لا يزال فينا من يطلب المدد من غير الله ويعتقد أن غير الله يذبح له وينذر له ويطاف بقبره ويتمسح بقبره وآثاره ويتمسح بالأحجار والأشجار وما زال فينا من يذهب إلى السحرة يظن أنهم يملكون تقليب القلوب ويملكون الصرف والعطف ويملكون تحبيب الرجل إلى فلانة وتكريهه في فلانة أو أنه يعمل العمل ليؤذي غيره من المسلمين وهؤلاء السحرة من الطواغيت الذين أمرنا أن نكفر بهم وكذا هناك من يذهب إلى الكهان ويسألهم عن علم الغيب والله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وهناك سورة أخرى من مظاهر الشرك التي لا بد وأن نحرص على نجاة أمتنا منها فيما يتعلق بالربوبية في قضية الملك فهناك من يقول نحن نملك أنفسنا وهذا الأمر خطوة على طريق الإلحاد حتى يقول القائل أنا أملك نفسي وأنا حر إرادتي ولا دخل لي بأمر ونهي من الشرع والعياذ بالله وهذه القضية الخطيرة التي بيننا وبين حضارة الغرب أننا نرى أنفسنا أحرارا فيما بيننا أن الناس سواء كأسنان المشط لكنهم فيما بينهم وبين ربهم هم عبيد وهو الرب وحده لا شريك له فأوامره ونواهيه وشرائعه لازمة لنا وحريتنا فيما بين بعضنا البعض ليست حريتنا فيما بيننا وبين ربنا وهل نملك من أنفسنا موتا ولا حياة هل نملك ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا هل جئنا إلى الحياة بإرادتنا أم أننا ولدنا قهرا ونموت قهرا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هل تملك دق قلبك أوقفه إن شئت أو اجعله يعمل إن شئت هل تملك ذلك هل تملك جرائم الدم في عروقك هل تملك حركات أعصابك هل تملك انتقال العناصر داخل كل خلية من خلايا جسمك هل تملك المرض هل تملك الشفاء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أفبعد ذلك نقول أوامرك يا رب لا تلزمنا أوامرك لا دخل لنا بها ونحن أحرار فيها فلنختر ما شاء هذه الحرية المزعومة التي هي رق وعبودية للشيطان والهوى وللسادة والكبراء والأحبار والرهبان نعوذ بالله من ذلك شرع الله لابد أن يكون فوق كل شيء وأن يكون هو المرجع في كل تشريعاتنا وقوانيننا ونظم حياتنا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا بد أن نحب في الله ونبغض في الله لنوحد الله عز وجل إلها معبودا فإن الحب والبغض هو أعظم هو أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان ولا بد أن ندين بأن دين الحق واحد إن الدين عند الله الإسلام ونأبى أن يعبد غير الله سبحانه وبحمده ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه
لعلهم يرجعون. كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها. فالبراءة من الشرك وأهله والولاء لله عز وجل الذي فطر العالم هو حقيقة كلمة لا إله إلا الله. ولا نقدم على حب الله وتعظيمه درهما ولا دينارا، أبا ولا ابنا، قائدا ولا زعيما، شهوة ولا رغبة. لا نحب أحدا كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا نبيع ديننا بشيء، بعرض من الدنيا نحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. نحرص على نشر التوحيد في أمتنا، ونوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهو الحي القيوم، فهو عز وجل حي لا يموت، قيوم لا ينام، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو واحد سبحانه وتعالى أحد، لا يحل في أحد من خلقه، ولا يتحد بأحد منهم حتى نقول أنه الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومن نسب لله عز وجل صاحبة أو ولدا فقد جاء شيئا إدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هو سبحانه وتعالى الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى الذي يتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. فمن نسب لله عز وجل السنة والنوم لم يؤمن بالله، فضلا عن أن ينسب له الموت والقتل والعجز والفقر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكذلك من ينسب إلى الله عز وجل التعب والإعياء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال: وما مسنا من لغوب. وكذا له كل صفات الكمال. نحرص على أمتنا بنشر التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذلك أعظم الحرص على دينهم، وأعظم الحرص على آخرتهم، بل هو والله أعظم الحرص على دنياهم. فإن صلاح الدنيا بصلاح الدين، فإن صلاح الأرض وعمارتها بإقامة التوحيد والإيمان في ربوعها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نحرص على مصلحة أمتنا بنشر السنة وترك البدعة، خصوصا بدعة الغلو، كبدع الرافضة الشيعة الذين يغالون في الآئمة من أهل البيت ويسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بدعتهم من أخطر البدع، كما أنهم يكفرون أهل السنة ويستبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وذلك من أعظم الضرر على الأمة. ولذلك من كان حريصا على الأمة، حريصا على المؤمنين والمسلمين، فلا بد أن يمنع هؤلاء من نشر بدعتهم وضلالهم، وأن يجاهدهم في الله سبحانه وتعالى،
بقوله ودعوته، ومن كان مكنه الله عز وجل بسلطانه وجب عليه أن يمنعهم بما مكنه الله عز وجل منه. وكذلك من شر البدع التي يجب الحذر منها بدع تكفير المسلمين بغير حق وبغير بينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال: ولعن المؤمن كقتله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه. وهذه البدعة سببها الجهل وسببها الهوى. فالجهل الذي لا يدرك الإنسان به ما حقيقة الشرك وما حقيقة الكفر وما هو ما هي الردة عن الإسلام وما هو النفاق، فهذه ألفاظ صارت عند كثير من الناس عنوانا بلا مضمون يوضع تحتها أي مضمون، حتى توصف الطاعات أحيانا بأنها من الكفر. هؤلاء الخوارج في زمن علي رضي الله عنه سموا ما فعله عليا من قبول التحكيم لمنع سفك دماء المسلمين، وهي طاعة يثاب عليها لأجل أنه يريد منع سفك الدماء ومحاولة الصلح بين المسلمين، سموا ذلك شركا وكفرا، وقالوا: إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، وقتلوه في نهاية الأمر تقربا إلى الله. فالذين يقتلون المسلمين بزعم أنهم يجاهدون المشركين في سبيل الله يجهلون معنى الجهاد، ويجهلون معنى الشرك، ويجهلون حقيقة ثبوت الإسلام لمن نطق الشهادتين ولم يرتد عن الإسلام. الذين يسفكون دماء المسلمين بغير حق، والذين يعتدون على أمنهم في طرقاتهم وفي بيوتهم وفي أعمالهم، هم من شر أهل البدع الذين يجب الحذر منهم وتوضيح حقيقة العقيدة الصحيحة في مسائل الإيمان، حتى لا يقع الناس في هذا الضلال. نحرص على السنة ونشرها ليس فقط في الهيئة، ولكن في العقيدة وفي الخلق وفي السلوك. حريص عليكم، نحرص على مصلحة المسلمين في أموالهم واقتصادهم وسياستهم وأمنهم ووحدة بلادهم ومنع الضرر عنهم، حتى تمر أمتنا من أزمتها. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الحرص على المؤمنين والمسلمين وعلى المجتمع والبلاد والأمة الحرص على الأخلاق التي هي نجاة الأمم في الفروج وفي الألسنة وفي الأموال. لابد أن نحرص على الأخلاق في العلاقات التي بين الأب وابنه وأمه، وبين الزوج وزوجه، وبين الأقارب، وبين الجيران، وبين المعاملين عموما. أن نحرص على الأخلاق في صدق الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانات والعدل في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. كأن الأصل عند الناس صار هو الكذب، ولا يصدق إلا القليل، ولا تزال الأمانة ترفع حتى يقال في بني فلان رجل أمين. إن لله وإنا إليه راجعون. العدل في الخصومة، تنصف من نفسك عندما تخصم غيرك في مال أو في عرض، تكون منصفا من نفسك، لا تريد أن تأخذ ما ليس لك. احذر أن تمد يدك إلى ما حرم الله عز وجل عليك من ربا أو رشوة أو مال يتيم
أو أخذ مال عام ليس لك حق فيه إلا كما لغيرك نفس الحق، كالطرقات العامة والأراضي التي هي مملوكة للمسلمين ولم تملك بإحياء إذا كانت مواتا. هذه الأخلاق التي لا بد وأن نحرص على تأكيد الارتقاء بها في مجتمعنا. عفة الألسنة، أصبح السباب والشتم والقذف أمرا عاديا في الشوارع، وأصبح أمرا عاديا عند أكثر الناس حتى داخل البيوت. تساهل الناس مع أن الكلمة الواحدة من قذف لأب أو أم هي من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم، أو من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيسب أباه ويسب أمه. تجد الأصدقاء يحيي بعضهم بعضا بسب الآباء والأمهات بأنواع القذف وذكر العورات، وأصبح ذكر العورات بفحشها أمرا عاديا في المجالس وعلى المقاهي وفي البيوت. نسأل الله العافية. ولقد قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. تخيل، فعل الزنا يستوجب 100 جلدة، والقذف بكلمة تسمع في مجتمعاتنا بالليل والنهار كل يوم عشرات المرات يستوجب 80 جلدة. والحدود لا تقام، لكن لا تظن أنها تضيع الحقوق، فسيقام الحد يوم القيامة. لابد وأن نعف ألسنتنا، وأفظع من ذلك أن يستباح ذلك باسم الدين أو يقال ذلك لا بأس به، وأن الشرع قد أتى بمثل ذلك، فهذا أقبح وأفدح. نسأل الله العافية. لابد أن ننشر الأخلاق الطيبة في حفظ العين وغض البصر، وفي حفظ العورات عن الانكشاف. فهذه هذا التبرج الذي يحدث من الفتيات، وإن غطت رأسها لكن لبست أضيق الملابس التي تصف تمام جسمها، تصف عورتها المغلظة، وهي تظن نفسها محجبة، وربما خرجت في أسوأ صورة من ذلك، وذلك يدل على سوء الخلق. وكذلك لابد من حفظ الآذان عن والألسنة عن الغيبة والنميمة والبهتان. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأحذر على نفسك. نسأل الله العافية. ولا تتأول في سوء الأخلاق شيئا، فإن الخلق مرآة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. يكفي قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنكن كالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لنرأف بأمتنا، بمجتمعنا، بإخواننا، نرحمهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لننشر روح التراحم والعفو والصفح، لننشر روح الألفة والاجتماع. بلادنا، أمتنا في حاجة إلى الائتلاف وتقارب القلوب بدلا من التقاذف والتقاتل والتشاتم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.